هذه الوقفة هي مقدمة للتحركات الاحتجاجية اللي باش تكون تحركات احتجاجية عميقة على أكبر عملية سطو وتزوير لإرادة الناخب التونسي وإرادة الشعب التونسي. اليوم قاعدين نعيشوا على وقع قرارات شفهية، قرارات من طرف واحد، قرارات اعتباطية ما فيها حتى رؤية، حتى استراتيجية، حتى رزنامة واضحة اللي نجم التونسي يضمن بها على حقوقه المدنية والسياسية وعلى حياته وعلى عيشة صغاره وعلى مستقبله. البلاد على حافة الإفلاس، ما فما حتى أفق لحل حالة الأزمة المالية الخانقة اللي تعيش فيها تونس. وأحنا نحبه في هذا الظرف وفي هذه المعطيات الخطيرة، نحبه ينمروا السلطة، تحب تمرر مشروع شخصي لشخص معين اللي هو فشل في تطبيقه باعتبار ما عنده شي كتلة في برلمان، ما عنده شي حزب، ما عنده حتى شيء اللي يخليه يحقق أحلامه التشريعية. استغل الفرصة تحت غطاء الفصل 80 باش يمرر كل ما كان يفكر فيه في العشرية الماضية، وذي باعترافه هو كل حاجة يقول هذه أنا عندي 10 سنين مبرمجها، هذه عندي في الحملة الانتخابية. علاش اخترتوا وزارة التكنولوجيا الاتصال؟ وزارة التكنولوجيا الاتصال لأنه أول خطوة في عملية التزوير هذه التاريخية، عملية تزوير القرن نجموا نقولوا، هي عن طريق المنصة اللي انطلقت تحت اسم الاستشارة الإلكترونية اللي من الأول سميها الاستفتاء الالكتروني، ومن بعد لقى اللي كلمه استفتاء ما ينجمش يتيقع التلاعب بها بهذه الطريقه، رجعوها استشاره شعبيه الكترونيه. وزاره تكنولوجيات الاتصال هي اللي وضعت المنصه تاع الاستشاره، هي اللي عندها التطبيق الداخليه التقنيه نتاع الاستشاره، هي اللي باش تتحكم في الاجوبه، هي اللي باش تتحكم في المعطيات الداخليه، هي اللي قاعده تستعمل في سلطتها كسلطه اشراف على المؤسسات التابعه ليها وعلى المشغلين وشبكات مشغلي الهواتف باش تنتهك المعطيات الشخصيه. اليوم ما قالولناش شكون طرح الاسئله، اليوم ما قالولناش كيفاش خموا فيهم الاسئله، ما قالولناش كيفاش باش يقع تجميع النتائج، خاصه وانه خرج لنا عنده مده وبدا يعطي في نتائج بتاع 80% و90% على الاسئله اللي تهمه هو في مشروعه السياسي الشخصي. اليوم فما عمليه تدليس فقنا بها وسجلناها ووثقناها بموجب محضر عاد المنفذ، كل اسبوع يزيدوا خدمه وحدهم وزارة التكنولوجيا، لا نعرف علاش زادوها الخدمة، لا نعرف شنية الضمانات وشنية الأمن المعلوماتي اللي موجود في هذه المنصة، ما نعرفوش محتوى الاتفاقيات اللي عملتها الوزارة هذه مع شبكات المشغلين، ويقول لك تحت إشراف ولا بحضور هيئة حماية المعطيات الشخصية. اليوم يبعثوا في العباد هرسلة بالتليفونات بالمساجات، رغم اللي شكون أذن لهم أنهم يستعملوا نوامر تليفونات الناس، والتمويل نتاع الاستشارة هذه منين؟ ومن بعد يقول لك باش نجمعوا هذه الأجوبة عن طريق لجنة وباش يستعملوا معهد الإحصاء، هذه صرح بها وزير تكنولوجيات الاتصال في الندوة الصحفية اللي أنتم عملتوها معاه. خرج البارح ولا المدة هذه مدير معهد الإحصاء واستقال، ومن ضمن الأسباب نتاع الاستقالة قال أنا نرفض إقحام هذا المعهد في حاجات ماهيش من اختصاصه وفي عمليات إحصائية لا تستجيب للقواعد نتاع الأمم المتحدة. يعني راهو في التدليس قدامنا، راهو في إهدار المال قدامنا، نراو في التصرف وسوء التصرف في موارد الدولة قدامنا، نراو في استعمال النفوذ. اليوم الولاد يخرجوا هما يعني للناس وهما اللي قاعدين يوظفوا في الأجهزة نتاعهم ومعتمدين وسلطات محلية، وزي الكل قاعدين نراو فيه. احنا توجهنا بشكاية في البداية، توجهنا بشكاية على معنى الفصل 96، لأنه قلنا أولا كيفاش موارد الدولة تصرف بناء على تعليمات شفهية، لأنه التصريحات نتاع رئيس سلطة تصريف الأعمال في 13 ديسمبر 2021 لم تكن متبوعة بإصدار أمر رئاسي يجعل هذه الاستشارة برنامج من برامج الدولة أو عمل من أعمال الحكومة. اليوم الحكومة بناء على شنو قاعدة تصرف الفلوس، بناء على شنو قاعدة اللي ريناه اللافتات التجهيزات دور الشباب الموظفين الحملات، وزير الداخلية في عهدة له بالأمن القومي نتاع البلاد ويكافح الإرهاب ويسكر القرضاوي، لا يعمل في مراسلات مكتوبة
اللي الوليد باش يعملوا الجلسات اقحام الكشافه اقحام الفضائيات التربويه والفضائيات الجامعيه سيسوا الاداره الموظفين اليوم انا عندنا احنا الحزب في مناضلين وعايشين في وسط الناس تذمر كبير من حملات الضغط اللي قاعده تمارس داخل الوظيفه العموميه للمشاركه في الاستشاره طيب. يعني هذا الكل ريناه وعايناه قدمنا مطلب نفذ المعلومه الى رئيس الحكومه قلنا لها اعطينا قائمه الاشخاص اللي طرحوا الاسئله واعطينا القرار اللي بموجبه تم تسميتهم وتكليفهم بذلك وما هو السند القانوني لهذا وعملنا مطلب نفذ المعلومه لوزير تكنولوجيا الاتصال نحبوا نشوفوا الاتفاقيه اللي عملها مع شبكات مشغلي الهواتف عملنا شكايه جزائيه وتم توا الاذن بفتح بحث فيها ومشيت توا للشرطه العدليه بالمنزه وباش نتمسكوا بحقنا مش الشكايات اللي عندنا توا عشرات موجودين وما ينظر فيهم حد على معنى انت هيك القوانين بتاع صفقات عمومية قوانين الشرائط العمومية نحبوا اختبارات نحبوا اوديت على وزارة الشباب وزارة الشباب ما عادش اسمها وزارة الشباب ولات اسمها وزارة الاستشارة كمال دقيش مسخر طاقته وطاقة الوزارة بتجهيزاتها بمواردها بموظفيها لهذه الاستشارة البلاد غارقة والاقتصاد فالس والشعب التونسي جيعان والحكومة اللي هي في الاستشارة تلقاها كان في صفحاتهم وفي أنشطتهم وقت اللي فقنا بالتدليس هذايا عن طريق الخدمة الأخيرة اللي زادوها مشينا عملنا توثيق بعاد المنفذ وباش نصبوا الشكايه في التدليس اليوم يزيدوا خدمه اخرى اللي هي قال لك التلاميذ اللي فوق 16 سنه يعني هذا اولا خطر انك باش توظف القصر في مساله سياسيه ما يفهموش فيها جمله وما يعرفوهاش قاصر ما عنده حتى درايه سياسيه لا يشارك في الانتخابات لانه ما يصوتش باش يزيدوا بها العدد ولهنا التمييز لانه الخدمه اللي عملتها وزاره تكنولوجيات الاتصال يقول لك تستعمل المعرف الوحيد للتلاميذ اللي قيدوا به كل عام اش معناها معناها اللي عمره 16 سنه وما يقراش في المكتب انا قطاع التعليم ما ينجمش ينتفع بهذه الخدمه وبالتالي عندنا ناس عمرها 16 و17 تشارك وعندنا ناس عمرها 16 و17 لا تشارك الخدمه اللي تواسى بالخارج عندنا اكثر من 1,200,000 تونسي في الخارج نلقى انا كي نحل البارح احصائيات فرنسا شاركوا فيها 1,193 يعني حتى نسبة المشاركة اليوم بكل هذا ما خلطتش لل 170 ألف تونسي توا خليتها 169 ألف مشاركة المرأة فضيحة 41 ألف امرأة فقط مشاركة توا عندها الاستشارة بدات عندها تقريبا شهر شنية مصداقيتها الاستشارة شنية حجيتها شنية الفائدة من وراءها إلا أنه الحاكم بأمره يحب يتستر وراء نتائج سيصنعها عن طريق وزارة التكنولوجيات وعن طريق استعماله للنفوذ باش يوهم الرأي العام الوطني والدولي أنه فما التفاف شعبي وإرادة شعبية لتغيير نظام الحكم والأنظمة والتشريعات الانتخابية مشروعه هو السياسي انا ضد كل تغييرات اللي هو يعملها بمفرده وخارج المؤسسات الدستوريه المنتخبه حتى حد ما عنده شرعيه باش يجي يمس اي قانون جوهري ولا يعمل اصلاح جوهري خارج المؤسسات الدستوريه المنتخبه احنا خريطه الطريق اللي عملناها اللي هي تشد العصام الوسط اللي هي تقول تنقيه المناخ الانتخابي من اذرع الفساد السياسي والمالي وتوفير مناخ انتخابي نزيه ونمر الى انتخابات اليوم معارك قاعده تصير وحل البرلمان اللي هذاك هو تم الاستناد عليه في هالمظاهرات اللي قالوا عليها و25 جويلية وحراكه وشيء كله في الاخر ما عاد حتى حد يحكي على حل البرلمان راشد الغنوشي اليوم مورد في قضايا تخابر وتبييض اموال وارهاب ودنيا وما زال يحتفظ بصفته كرئيس مجلس نواب تونس هذه وصمه عار لماذا الحاكم بامره يتوجه لحل كل مؤسسات الدولة إلا البرلمان يتركه معلق لكي لا يذهب للانتخابات وتوا باش نوريكم في الكلمة اللي باش نلقيها كيف أن رزنامة اللي طرحها غير قابلة للتحقيق وغير قانونية وباش تزيد تدخلنا في متاهات اليوم فما عملية سطو على مؤسسات الدولة وعملية سطو على إرادة التوانسة واستغلال جوقة من المهللين ومن الناس اللي تحب تتموقع والناس اللي ربما ما تفهمش في هذه التفاصيل للسطو على الدولة التونسية. ما موقفكم من حل المجلس الأعلى للقضاء وإلا ربما هو تجميد أو ما شابه ذلك؟ احنا فسرنا ومبدأنا قلناه الحاكم بأمره منذ أمر 117 موقفنا هذا يا بربي خاطر وسائل الإعلام ماهيش قاعدة تنقل في موقفنا كما هو موقفنا ماهوش اليوم صار وقت حل المجلس موقفنا في 22 سبتمبر
خرجنا وقلنا الامر 117 امر غير قانوني وما عندوش الحق الحاكم بامره يحكم بالمراسيم وما عندوش الحق يدير الدوله دون اليه رقابه ودون اليه طعن وانه يستحوذ على كل السلطات. وقلنا ان ذلك الامر ادخلنا الى دوله الخلافه وما ينعت بالاستفتاء ادخلنا لنظام البيع، وبالتالي هذا يشمل كل المراسيم اللي هو ياخذ فيها بما فيها هالشيء اللي قاعد يصير اليوم. اليوم هو يتهرب من استعمال صلاحياته التنفيذيه لمكافحه الارهاب ومحاسبه الاخوان. اليوم هو ينجم بجره قلم اللجنه الوطنيه لمكافحه الارهاب تقوم بادراج راشد الغنوشي واتحاد القرضاوي والجمعيات المشبوهه الكل، ادراجها في قائمه الاشخاص والتنظيمات المرتبطه بالجرائم الارهابيه وتبييض الاموال، وذي من حقها والقانون يسمح لها بذلك. يجمدوا الاموال، يستعملوا صلاحيات الولاد لحفظ الامن العام لاغلاق فوري للمقرات بتاع هذه الاوكار، ويتم لا هذه نحكي لك على صلاحيات في القانون اسندها للجنه الوطنيه لمكافحه الارهاب، يعني نعرف شنو اللي قاعده نقول. وحتى كان فما حاجه باش تمشي للقضاء راهو هزها وراهو بالعكس عمل حمله للشعب باش يساند انه القضاء يفتحها. اما الشيء اللي قاعد يعمل فيه يتهرب، علاش؟ لانه هو عنده تصفيه حسابات مع اشخاص ومع تيارات ومع عركه داخليه مع في صفوف الاسلام السياسي. ريناه يستند الفيلسوف ايراني شيعي في دوله البويهيين، انت جاي باش تعمل لنا اصلاح على نموذج الدوله الايرانيه في وقت البويهيين؟ يعني هو يقول لك من بعد لا عوده الى الوراء، يعني فما مخطط لتفكيك الدوله، يحبوا يستحوذوا على ماكينة الفساد أما يطوعوها للحكام الجدد، ما يحبوش يقطعوا مع منظومة الفساد. ونحن بالمرصاد لن نسمح بتدليس إرادتنا ولن نسمح بتدليس إرادة التوانسة، خاصة وأن المشروع اللي ماشي فيه ماشي في تفكيك الدولة وإرساء الفوضى وألغاء النظام الجمهوري، لأنه فما جمهورية ببناء فوضى.